ناطق باسم شبكة شام في إدلب وريفها. أحمد، ما هي آخر التطورات على الصعيد الميداني؟ عبد السلام، في اختراق واضح للهدنة التي أعلن النظام موافقته عليها، استمر تقدم وتحرك الأبتال والتعزيزات التابعة لكتائب الأسد إلى وادي الضيف. وبالفعل وصلت بعض مدرعات النظام إلى قلب هذا المعسكر، ويعتبر هذا كسر جزئي للحصار المفروض على المعسكر منذ أكثر من 15 يوما، كما أن قوات الأسد تمكنت من الانتشار من معسكر الحامدية إلى وادي الضيف دورا بمدرسة عين الصريع عند سوق الغنم الواقع على طريق معركة نوحان دير الشرقي. ولا تزال كتائب تقام وتناضل لمنع وصول هذه التعزيزات لتعيد مكتسباتها ومواقعها، بينما تتعرض مدينة معركة نوحان وكافة القرى المحيطة بها، إضافة إلى القرى المحيطة بوادي الضيف، لقصف عنيف من الطيران والحواجز التابعة لكتائب الأسد. كما تعرضت قرية كفرومة في جبل الزاوية إلى قصف من الحواجز التابعة لقوات النظام، ما أدى إلى استشهاد تاب ووقوع عدد من الإصابات، فضلا عن تعرض قرية كفا سجنة للقصف، ولم ترد أنباء عن أي إصابات. سمع صباحا صوت إطلاق رصاص كثيف من إحدى الحواجز المحيطة في مدينة إدلب، ولم ترد أنباء عن إصابات أيضا. منذ 15 يوما وأريف إدلب الجنوبي، خاصة منطقة معركة النعمان وخان شيخون، تعاني أشد المعاناة من انعدام كافة وسائل الحياة الأساسية، ابتداء من المسكن، حيث فقدت عشرات العوائل منازلها بسبب قصف النظام الذي لم يتوقف والذي يستهدف منازل المدنيين، مرورا بالكهرباء والماء والغاز، والأهم من ذلك كله مادة المازوت المفقودة منذ أشهر، والتي تعتبر المادة الأساسية في موسم البرد والشتاء، والتي يعتمد عليها المواطنون في عملية التدفئة، والعديد من العائلات تحت الأشجار يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، والبرد والموت يحاصرهم من جميع الجهات. أحمد، أيضا معظم نعم حركة النزوح هل ما زالت مستمرة أم أنها توقفت؟ معظم ريف معركة النعمان والقرى الواقعة على الاستراد الدولي بين حلب ودمشق، من معركة النعمان إلى خان شيخون، هذه القرى خالية من السكان تماما. معركة النعمان تحتوي على إلى أكثر من 150 ألف نسمة، معظم المواطنين نازحين في القرى البعيدة عن الأماكن الساخنة. تضاف هذه المعاناة اليومية لما يعاني السكان من استمرار القصف وضعف المشافي الميدانية بسبب شح الموارد الطبية واستهداف هذه المشافي من قبل قوات النظام، حيث لا حدود لمعاناة السكان في هذه المنطقة. نعم أحمد قدور، الناطق باسم شبكة شام في إدلب وريفها، شكرا جزيلا لك.